اهلا بكم، عاملين ايه؟ انتوا طبعا عارفين ان الغابات سر من اسرار الحياه، والحقيقه النهارده احنا ما معناش قصه واحده، لا احنا معنا قصتين عن الغابات، وقصتين على فكره ما لهمش اي تفسير خالص، وانتم اللي هتسمعوا القصتين وانتم اللي هتحكموا عليهم. بس اتمنى قبل ما ابدا القصه تقفلوا الباب وتطفوا النور وتسمعوا القصتين على روقان، وهطلب منكم حاجه واحده بس كمان، توقف القصة ثواني بس وتعمل اشتراك للقناة. ويلا بينا نبدأ القصة الأولى. أنا عارف إن القصة بتاعتي قصة غريبة شوية، بس القصة ديت هي اللي حصلت حقيقة. أنا اسمي دانييل، أنا مصور الحياة الطبيعية، وطبيعة شغلي إنه أشتغل 12 شهر وأجز شهر واحد بس مع الأصدقاء والأحباب والأهل. وعاوز اقول لكم كمان ان انا سافرت غابات كتير جدا وخدت جواز لا تحصد ولا تعد، ولكن القصة اللي انا هحكيها لكم ديت حصلت في غابات في افريقيا. في يوم خلصت تصوير وخلاص وبرمي المعدات بتاعتي، فجأة مرة واحدة طلعت لي غزالة لافت نظري بطريقة مش طبيعية. انا مش عارف الغزالة دي اصلا طلعت لي منين ولا جات لي ازاي. المهم انت عارفون طبعا ان الغزالة من اسرع الكائنات او اسرع الحيوانات على وجه الارض، لكن في حاجة غريبة حصلت جدا. انا لما ركزت مع الغزالة ديت لقيت كأن حد جايب شريط فيديو ومبطئ الشريط دوت، والغزالة كانت بتجري بطيء جدا، كانت بتجري بطيء قوي، مش عارف كانت بتجري بطيء ازاي ولا ايه الموقف اللي حصل دوت، لان موقف غريب جدا. لكن ساعتها قررت قرار ان اصور كل اللي بيحصل دوت، وفعلا طلعت الشنطة بتاعتي وجبت منها الكاميرا وصورت الغزالة ديت. لان زي ما انتم عارفين طول خبرتي طوال 15 سنة عمري في حياتي ما شفت منظر زي المنظر دوت. قعدت دقيقة دقيقتين تلاتة اصور، لكن الغزالة برضو مش بطيئة جدا، بطء بطيئة جدا. لكن فجأة مرة واحدة راحت عند صخرة، اول ما راحت عند الصخرة ديت لقيت الغزالة بتجري بطريقة رهيبة جدا، حتى لمح البصر ما يشوفهاش، لا طولة بالعين المجردة. انا ساعتها استغربت جدا، قلت الغزالة ديت من شوية كانت بطيئة قوي، فجأة مرة واحدة بقت سريعة ازاي كده وانا اصلا ما شفتهاش. حاجة الاغرب بقى، انتوا عارفين ان الغزالة بتبص وراها كل شوية لما حد بيكون بيجري وراها. انا بقى لما شفت منظر الغزالة وهي بتجري بالطريقة ديت، انا قلت في حد بيجري وراها او حد انا مش شايفه، حاجة غريبة بتحصل، لان عمرها ما هتجري بالسرعة ديت الا لما يكون في حد بيجري وراها او شيء ما انا مش شايفه. ساعتها برضو انا قررت قرار يمكن غريب شوية، قلت اما اجيب الكاميرا بتاعتي واشوف ايه اللي ورا الصخرة ديت، يمكن حاجة فيه ولا ثغرة غريبة جدا انا مش شايفها. وفعلا قررت اعمل كده، جبت الكاميرا بتاعتي ولفيت ورا الصخرة. اول ما لفيت ورا الصخرة ساعتها هو ده اللي حصل. ساعتها صرخت وقعت من طولي، ولما فقت لقيت نفسي في المستشفى، والدكاتره ساعتها اول ما فقت سالولي مالك يا دانين، انت شفت ايه؟ شفت ايه؟ لكن ساعتها ما كنتش عارف ارد خالص، كان حد ماسك لساني ومتحكم فيه، ده حتى اعضاء جسمي كلها ما كنتش عارف احركها، ولا ايدي ولا رجلي ولا اي عرض، هو عضو واحد بس اني كنت عارف احركه وهو عيني. ساعتها افتكرت موضوع الكاميرا دوت، كنت حاطط عيني على الكاميرا، يعني بقول لهم ان كل حاجة في الكاميرا ديت. لما بدأت ليهم وبدأت الكاميرا، هما ساعتها عرفوا ان في حاجة غريبة في الكاميرا ديت وفي حاجة انا مصورها في الكاميرا ديت. ساعتها بقى الدكاترة شخصوا حالتي ان عندي صدمة عصبية جامدة جدا، بس قالوا ساعتها ان هو هيرجع لطبيعته بعد اسبوعين او تلاتة بالكتير قوي. وساعتها اصحابي هما والدكاترة لما فتحوا الكاميرا بتاعتي لقوا نفس المنظر بالظبط، لقوا الغزالة بتمشي بطريقة بطيئة جدا وكأن في حاجة انا مش شايفها فعلا، لكن الفيديو وضح كل حاجة. انا في الفيديو دوت لقيت كائن اسمر شبه الضباب بالظبط ولونه اسود، لكن وانا جوه الفيديو ما كنت شايف اي حاجة خالص نهائيا، والامر ساعتها كان ماشي طبيعي جدا ولا كأني في اي حاجة. لكن ساعتها في الفيديو لما انا روحت للصخرة هناك لقيت طفل ساعتها ابيض وجميل جدا، ابيض زي الشمع بسم الله، لكن ساعتها كان مديله ظهره، وفجأة مرة واحدة لف دماغه 180 درجة في الوقت دوت. انا كنت وقعت واغمى عليا ساعتها. ساعتها بس صحابي قرروا يسلموا الفيديو دوت للشرطة عشان يعرفوا كل حاجة عن الطفل دوت. ما هو مش معقول
الطفل في السن دوت يكون وحده في الغابة إلا لما يكون في لغز غريب جدا. وفعلا الشرطة ساعتها لما شافت الفيديو طلعت 5 أفراد في الغابة ديت عشان تشوف الطفل دوت. لكن عدى يوم وعدى التاني، في اليوم التاني بالظبط 5 أفراد الشرطة اللي كانوا طالعين رجعوا 2 بس، لأن ساعتها هما كانوا متفرقين 3 مع بعضهم و2 مع بعضهم. لكن لما الشرطة سألت على أصحابهم قالوا لهم احنا معرفش عنهم أي حاجة خالص، احنا كنا ماشيين في منطقة وهم كانوا ماشيين في منطقة تانية عشان ندور على الطفل دوت. لكن ساعتها الشرطة مسكتتش وطلعوا كمان 20 نفر عشان يدوروا على الطفل دوت. ولما الشرطة فعلا طلعت فرقة تانية لقوا التلاتة اللي كانوا متغيبين، لقوا التلاتة كلهم مقتولين. ومش كده بس، لأ ده لقوا رؤوسهم كلهم متشالة ومتقطعة كلها. ومن اليوم دوت الشرطة منعت أي حد يخش في الغابة ديت أي كان. أما علي أنا بقى فلسه ما خفيتش لحد دلوقتي، وعلى فكرة أنا بتكلم بس بتكلم زي الأطفال، بتأدأ بس مش أكتر. ده غير إن الطفل اللي أنا شفته في الغابة دوت بشوفه في كل حتة في المستشفى، وأكتر مكان بشوفه واقف فيه جنب باب المستشفى ادعولي إن أخف. والقصة انتهت معانا عن أشياء مرعبة حصلت في الغابات. نخش على تاني قصة، والتاني قصة دي على فكرة مشوقة جدا، وهي مع جواهر. جواهر بتقول أنا بنت كنت بحب الغابات جدا، كنت بحب الاستكشاف والمناظر الطبيعية زي أي حد بيحبها، أو خلينا نقول مش أي حد، أو معظم الناس بيحبوا المناظر الطبيعية. وكنت بحب أي زرع هناك أو أي شجر هناك اتزرع جديد. وزي ما انتم عارفين لو رحتوا الغابات هتلاقوا أشجار ونباتات وحاجات غريبة جدا في الغابات، يمكن أول مرة انتم تسمعوا عنها، ده حتى مش هتعرفوا مين كمان اللي زرعها، ولا أصلا هتشوفوا ألوان كمان عمركم ما شفتوها قبل كده. وفي مرة وأنا بتجول في الغابات أنا شفت حاجة غريبة جدا، شفت نبات كان لونه غريب وكان يشد بصراحة. اللون بتاعه كان احمر، مش احمر عادي، لا ده كان واخد لون الدم. ايوه كان احمر، كان عامل زي الدم بالظبط. بس النبات دوت ده ما خوفنيش، لا النبات دوت شدني جدا، وقلت لما اشم النبات دوت اشوف ريحته كده. واول ما شميت النبات من هنا لقيت ريحته جميله جدا، ريحته حلوه قوي. لكن انا بيني وبينكم ضغط شويه، لكن انا ساعتها قلت ما اخد كمان شم. انا عارف دلوقتي انتوا بتقولوا كانك انت بتشم مخدرات، لا بس ده فعلا اثر عليا بوضع غريب جدا، وحسيت اني عاوز اشمه مره والتانيه والتالته والرابعه لحد 100 مره، وده كله على فكره من اول شمه. لكن انا شميت النبات تاني فعلا، لكن المره دي اول ما شميته حصل حاجه غريبه جدا. انا كنت ساعتها بالنهار، كان الساعه 1 الظهر او 2 الظهر كده في التوقيت دوت. فجاه مره واحده لقيتني الغابة ديت اتقلبت ضلمة كحل، وكأن انا كنت في الساعة 2 بالليل. لقيت الاشجار اللي كانت مع النبات الغريب دوت، لقيتها فجأة مرة واحدة كانت طولي، لقيتها كبرت على طول 5 أو 6 متر زيادة. ايوة 5 أو 6 متر زيادة. والغريب بقى ان الاشجار ده كله كان بيلف حواليا كأن مغطيني بالظبط. انا ساعتها خفت جدا، وضربات قلبي زادت عن حدها كتير قوي، وسمعت صوت خطوات، سمعت صوت خطوات رجلين، ومع الخطوات ديت سمعت صوت همس. الهمس دوت انا مش عارفة جاية منين. وفجأة مرة واحدة سمعت صرخة جامدة جدا، انا عمري ما هنسى الصرخة ديت. اول ما سمعتها انا وقعت من طولي على طول. ايوة وقعت من طولي، وساعتها اغمى عليا. ولما فقت لقيت نفسي مربوطة بحبال شديدة جدا، ده حتى صباعي من كثر الحبال ديت مش عارف احركه، لان ساعتها كان كل جسمي كان مربوط بالحبال ديت. لكن الغريبة بقى ان انا شفت ناس غريبة جدا شبه الهنود بالظبط. انا هوصف لكم هم كانوا لابسين ايه. كانوا لابسين طاقية، وكانوا لابسين شورت احمر كده، بس هم كانوا بيقولوا حاجات غريبة جدا. كانوا بيقولوا طقوس، ايوة حاجات عامة زي الطقوس بالظبط، لان الكلام بتاعهم اصلا مش مفهوم، وكانوا بيلفوا حواليا من كل ناحية.
ان فجأة مرة واحدة لقيت امرأة كبيرة في السن جدا، لقيتها جاية عليا. المرأة ديت كانت سودة، وبصراحة انا خفت منها قوي، لان انا لقيت سنانها مش سنان بني ادمين، لا لقيت السنان بتاعتها سنان حيوانات بالظبط، شبه الحيوانات بالمل. ولقيتها برضه بتقول الكلام غريب جدا شبه الطلاسم، ولا انا فاهمة بتقول ايه ولا هي بتعمل ايه. وحطت ساعتها ايديها في جيبها وطلعت سائل احمر كده شبه الدم بالظبط، حطيته بين بطني وبين رجلي، يعني في وسط جسمي بالظبط. اول ما حطيته انا صرخت صرخه جامده جدا، لاني كأن ميه نار ونزلت عليا. لكن بعدها بدقيقه او دقيقتين بالظبط انا لقيت نفسي اتشليت تماما، حتى عن الكلام ولا قادر اصرخ ولا قادر اعمل اي حاجه خالص. وفجأة مرة واحدة لقيت الست ديت جابت من وراها سكينة، عارفين انتوا السطور بتاع الجزرين، لقيت الست ديت جابت السطور وشقتني نصين، بمعنى فصلت جسمي عن بعض. وفجأة مرة واحدة لقيت الست ديت حطت ايديا جوه في جوه جسمي، مش عارف ازاي طلعت قلبي، وبعد ما طلعت قلبي طلعت المعدة بتاعتي، وانا ما كنتش عارف انطق ولا كنت عارف اتكلم، بس حاسس، انا حاسة بكل حاجة بتحصل حواليا. لكن ما عداش وقت طويل بالظبط، بعد دقيقة او دقيقتين لقيت نفسي صحيت من النوم على طول، ولقيت نفسي جنب النبات اللي انا كنت بشمه، النبات الغريب دوت، قبل ما يغمى عليا. ساعتها حمدت ربنا جامد جدا جدا، وعرفت ان ده كله ما كانش واقع، لا ده كله كان حلم، والحمد لله حمدت ربنا ساعتها كتير جدا. ساعتها قررت اخد النبات ده البيت وابحث عنه، اشوف ايه سر النبات دوت، اكيد في سر غامض. بس المشكلة ان انا ما كنتش لاقي يافطة جنب النبات دوت، ولا كنت لاقي اي حاجة تدل عن النبات دوت. لكن انا قلت برضو انا لازم ابحث عنه باي طريقة، وفعلا كتبت على النت المواصفات وكل حاجة عن النبات دوت. قعدت 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة ساعة ابحث عنه، لحد ما لقيت النبات دوت بالمواصفات هي بالظبط. قلت بس هو دوت النبات، لكن اول ما قريت عنه لقيت اسم النبات دوت نبات الشيطان، والنبات دوت كان موجود 16 قبل الميلاد. كانوا فعلا بيستخدموا النبات دوت كان الهنود الحمر، كان اي حد يجي غريب عنهم او اي حد يجي عندهم كانوا بيقتلوا الشخص دوت. والغريب بقى ان كانوا بيستخدموا الدم بتاع الشخص دوت للنبات دوت. والغريب ان النبات دوت ما كانش بيتغذى من ميه ولا كان بيتغذى من اي حاجه، هو كان بيتغذى من حاجه واحده بس، كان بيتغذى من الدم. ايوه كان بيتغذى بالدم فقط، سواء بقى دم حيوان او طيور او دم انسان. ولما قريت بقيت المقاله عرفت ان في جيش قوي جدا جه عند الهنود الحمر، جه ولع في كل حاجه هناك في الغابات وفي القبيله وفي اي حاجه هناك، حتى زرع اللي انا بحكي لكم عنه دوت كله ولع كله، مفيش بس اللي من النادر منه شجره او شجرتين، ان انا للاسف ظهرت ليا. فانا نصيحه مني انا بقى، لو انتم ماشيين في غابه او ماشيين في اي طريق انتم متعرفوش وشفتم اي نخله او اي نبات، ارجوكم ما تقربوش لي خالص او ما تقربوش لي نهائيا، لانكم انتم هتشوفوا حاجات غريبه جدا واول مره تسمعوا عنها، اما نبات او اشجار يفيدكم او نبات او اشجار تضركم، وعلى الارجح هي هتضركم.